بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، خير ما نبدأ به كلام الله سبحانه وتعالى، وخير ما يتنى به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك في محكم تنزيله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما يريد ذبح أضحيته يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. الحمد لله والشكر لله، كلنا نعلم أن هذه الأيام العشر هي أحسن الأيام، ونحن في أفضل الأيام في العام. وهذه الأيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم تنزيله، وذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل اللي هو القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: في أيام معدودات. قال سبحانه وتعالى يعني هذه الأيام هي أيام مباركة، يستحب فيها أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ونكثر من الصدقات. وكذلك يتبع هذه الأيام اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، هو أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، وقبله يوم عرفة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم: من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. فهذه الأيام أيام مباركة، يجب علينا اغتنامها في ذكر الله وفي العمل الصالح وفي الصدقة وفي صلة الرحم. كل الأعمال الصالحة نبادر فيها ونغتنم هذا الوقت المبارك. هذه الأيام الفاضلة هي أحسن أيام السنة، لهذا الإنسان واجب عليه أن يغتنم هذه الأيام فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك المقصود من العيد أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الفريضة على يعني المستطيع الذي يعني على حسب الاستطاعة. الذي عنده سعة يضحي، والذي ليس عنده سعة فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهله، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. كذلك المقصود من هذه التضحية أن نتعلم التضحية في سبيل الله. فقبل الأضحية هناك التضحية، كل الناس يريدون الأضحية ولكن لا يريدون التضحية، والتضحية قبل الأضحية. سيدنا إبراهيم عليه السلام ضحى بنفسه وكسر الأصنام حتى الناس يعرفون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والمتحكم في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذا الكون. وهذه النعم، كل هذه النعم هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم التي يتخبط فيها الإنسان ويسبح فيها الإنسان نعم باطنة ونعم ظاهرة، هي من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عندما بعثه الله سبحانه وتعالى وجد قوما مشركين لا يؤمنون بالله، فأراد بهم الخير فضحى بنفسه حتى الناس تتعرف على الله سبحانه وتعالى، وضحى بزوجه يعني زوجة أمنا سارة عليه السلام، وضحى بهاجر عليه السلام، وضحى بابنه الوحيد سيدنا إسماعيل عليه السلام، الذبيح الأول الذي قدم يعني ابنه قربان لله سبحانه وتعالى، وقدم نفسه قربان لله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم أبو الضيفان، جسده للنيران وابنه قربان وطعامه للضيفان. فيعني معروف في القرآن الكريم أن ضيوف زاروا سيدنا إبراهيم عليه السلام فقدم إليهم يعني عجل حنيد، في التفسير عجل يعني مشوي أو مصلي يعني على النار. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ضحى بنفسه وضحى بزوجه وبابنه في سبيل الله. فالمقصود من هذا العيد حتى يتعلم الناس التضحية. العيد سمي عيد لأنه يعاد كل سنة وكل عام،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العيد بالرحمة والمغفرة وجمع الشمل هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نضحي في سبيل الله، نضحي بالمال في سبيل الله، نضحي بالوقت في سبيل الله، نضحي بكل هذه النعم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لهذا الإنسان يتعلم التضحية، يضحي بهذه الأضحية في سبيل الله، ليس في سبيل الجيران أو الناس أو المراعاة، بل يضحي بها في سبيل الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم كذلك يعني ننتبه إلى العائلة، نزور العائلة، نذكرهم بأيام هذه الأيام الفاضلة، ونتعاون فيما بيننا. المقصود من العيد هو أن نتعاون، هو أن نتعلم التكافل الاجتماعي. يعني مثلا إذا كان واحد الجار ما مضحيش، لابد نفكر فيه، كل يعني الجيران يفكرون في هذا الجار، ونشركه معنا في هذه الأضحية، ونضحي جميعا حتى تدخل الفرحة والابتسامة والفرح والسرور على اليتامى والمساكين والفقراء. فهذا هو المقصود من العيد، ليس المقصود أن تأخذ هذا اللحم وتضعه يعني في المبرد وتضعه قديد وتأكل، لا، ما قدمت هو لك، يعني ما قدمت من الأضحية فهي لك، وما تركته هذا ليس لك. إذن المقصود هو أن نضحي بهذه الأضاحي في سبيل الله، ونقدم من الأحسن ونقدم من الأفضل في يعني في يوم العيد، نزور الفقراء ونزور المساكين وندخل إليهم الفرحة والسرور، ونقدم هذا اللحم، نقدمه نيئا يعني غير مطبوخ، نقدمه يوم العيد قبل أن نأكل، ندخل الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين، ليس اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، بل كلما كان في اليوم الأول كان أحسن وكان أفضل حتى يكون نيء ويكون يعني في أحسن حال. نسأل الله أن يدخل علينا هذا العيد بالرحمة والمغفرة والتواب. لا، كذلك لابد، أهم شيء ونختم به، لابد من التضحية بالنفس، بالنفس في سبيل الله. كيف الإنسان لا يصلي ويريد أن يضحي؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة أولا، الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. العيد ليس فرض عين، العيد حكمه سنة مؤكدة، من عملها له الأجر، ومن تركها يعني ليس عليه وزر، ولكن الصلاة من تركها عليه وزر عظيم. الصلاة، بالصلاة تصح الحياة، إذا صحت الصلاة صحت الحياة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله، ويجعلنا من المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من المحافظين على الصلوات، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اهدنا واهدي أمة محمد، واغفر لأمة محمد. نسأل الله أن يرزقنا حج وعمرة لجميع الناس وجميع أمة محمد في أقرب وقت إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا ويجمع شمل هذه الأمة، فالعيد يجمع شمل المسلمين في العالم. نسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي الجن والإنس في جميع أنحاء العالم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.